بسم الله الرحمن الرحيم. أهلي وإخواني وأحبتي وشعبي في سوريا الحبيبة، أقاربي وجيرتي وأبناء عمومتي في الشهباء حلب، يا من كتبتم في سجل المجد أروع الصفحات، يا من تسجلون اليوم في سفر الحرية أنبل القصص وأعظمها، يا شعبنا العظيم، يا من قدمتم وتقدمون في كل يوم وفي كل لحظة أغلى الأثمان لحرية ترام ووطن عزيز غال تنشدونه سليما معافى من كل داء، لكم التحية والإجلال، لكم الإكبار والسلام يا أهل سورية الكرام. أيها الأحباب، بعد هذا الكم الهائل من قرابين الحرية التي قدمها شعبنا شهداء ومصابين ومعاقين وجرحى وأسرى، بعد هذا السيل المنهمر من دماء النساء والأطفال الذين قتلوا خسة وغدرا، يتساءل بعضهم: ألم يكن لنا من خيار آخر تجاه هذا النظام الظالم؟ أليست الثورة عليه ثورة شاملة خيارا صعبا معقدا على شعبنا السوري؟ وللإجابة على هذا السؤال لا بد من تذكر بعض الحقائق. إن كم الضيم والهضم الذي تحملتموه على مدى عقود طويلة كان كبيرا وكان قاسيا، ولكنكم صبرتم واحتسبتم. إن كم الإهانات والإساءات وأنواع الفساد التي تعرضتم لها في سوريا كلها كان أكبر من أن تتحمله شعوب كثيرة، ولكنكم آثرتم الدفع بالمعروف وبالتي هي أحسن، ولعل ولكن النظام لم يرعوي وخلف الابن أباه في نفس النظام ونفس الهيكلة، بل ربما إلى أسوأ. رأينا ورأيتم كم الخيانات والخسة والغدر التي تصرفها النظام على مدى الفترة الطويلة تلك، ومع ذلك صبرتم وقلتم سيكون غد ويكون أفضل منه. وأنتم يا أهلي في مدينة حلب كنتم أول من عرف وجرب مفاهيم العقاب الجماعي الذي تعرضتم له ربما للعقود الثلاثة الأخيرة، ليس فقط في أوائل الثمانينات، ولكنكم لمستم وعرفتم معنى العقاب الجماعي بالمجازر والقتل والتشريد والمحاصرة والتفتيش والتمشيط وغيرها من الوسائل. عرفتم ذلك وكنتم تضعون على الجرح ملحا. أقول هذا كله لأؤكد لكم أن الذي دفع للثورة هو النظام نفسه وتصرفاته نفسها التي جعلت هذا الشعب يمتلئ كأسه حتى نهايتها ويفكر بالخلاص، يفكر بالخلاص الذي ينشد، فكانت هذه الثورة الشاملة. صبرتم واحتسبتم، ولكن النظام لم يرعوي وزاد في فساده وتسلطه وطغيانه، وشمل فساده الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وكل المناحي حتى الثقافية والتعليمية، فازداد الفساد وترعرع ونشأت ميليشياته ومافياته، وأصبح البلد حكرا لطائفة أو لمجموعة من طائفة معينة تملك زمام الأمر كله، استبدادية وديكتاتورية لم يعرف التاريخ العربي مثيلا لها، مترافقين مع استخدام مفرط للسلطة والعنف والإرهاب. يا شعبنا السوري،
ويوم جاء الربيع ودخل آزار البلاد العربية، كتب أطفال صغار على جدران مدرستهم بعض شعارات، فكان الرد الذي تعرفون، وكان القمع الذي خبرتموه، فاستفز ذلك الناس وقاموا ينادون بصوت أعلى من صوتهم الطبيعي، تظاهرا بصدور عارية وأكف فارغة بيضاء. ولكن النظام وعلى عادته في الأسلوب الوحشي واللا إنساني والمغاير لكل مفاهيم السياسة والاجتماع استخدم ذات الأسلوب وذات الطريق، فقتل وعذب وسحل وفعل الأفاعيل التي عرفتم، فازداد صبر شعبنا وازداد أمله في الخلاص، كما ازدادت ثورته بالتظاهر السلمي الذي عم مدنه كلها. نعم، لم يكن خيارنا هذا الشيء، ولكن النظام هو الذي دفع إلى ذلك. ولكن الثورة وسماع الصوت والإحساس بالذات لا يمكن أن ينكسر مرة أخرى، فأصر شعبنا وقدم لذلك التضحية تلو التضحية. ودعوني أقول لكم شيئا واحدا، لم يكن أحد في المعارضة السياسية الداخلية أو الخارجية يتصور هذا الذي يحدث. لقد حدث بعفوية مطلقة وبرد فعل شعبي طبيعي تام، ولكن عنف النظام ووحشيته هي التي جعلته يتطور إلى الحد الذي أصبح ثورة شعبية شاملة لقطرنا كله في كل مناحيها، حتى إسقاط النظام وزوال الدكتاتورية والاستبداد. ومع لحظات الليل الأخيرة وقرب الغسق وانبلاج الفجر، يحق لنا أيها الأحباب أن نرسم صورة الحلم الذي نريد، أن نشكل صورة المستقبل الذي نرغب. سوريا البلد الحبيب الذي نطمح هذه الثورة أن تحققه لنا، هذا الحلم الذي سيجعل سوريا المستقبل بلدا حرا كريما عزيزا، مواطنوه لا وصاية عليهم إلا وصاية القيم والأخلاق والمثل، كراما أعزة غير أذلة. سوريا المستقبل، البلد الذي تخلص من الدكتاتورية والاستبداد والاستفراد في السلطة التي حكمت سوريا 40 عاما، خلاصه من هذا المرض الذي هو في النهاية من أصعب الأمراض وأكثرها سلبية في تاريخ الأمم والشعوب. ولعلكم تذكرون يا أبناء حلب الكواكبية الذي كتب في قبل قرن منصرم عن طبائع الاستبداد، وأن أخطر ما يصيب الأمم ظهور الدكتاتوريات وسيطرتها على حياة الشعوب. سوريا المستقبل، البلد الذي تخلص من ذيول وآثار الطائفية المقيتة التي جعلت الناس خدما عند حفنة قليلة من العسكر تملك زمام المصير والأمور والاقتصاد. سوريا التي نريد، بلد يختار سكانه نظام حكمهم بإرادتهم وبرغبتهم ووفق قيمهم ومثلهم وقواعدهم بلا إكراه ولا إرهاب. سوريا البلد المستقر الهانئ الذي يساهم كل المبدعين من محبيه في الإعمار والإنشاء وجعله واحة للنماء والخير والعطاء، من غير أن يكونوا عبيدا في مملكة الخوف أو الصمت. هذا هو الحلم الذي نرشد، وهذا هو الذي نتصوره بإذن الله تعالى محققا بهذه الثورة السورية الشاملة. ويا أهلي وإخوتي في مدينة حلب الشهباء وأهل سورية أجمعين، إن هذا النظام يحاول أن يدمر التاريخ والحاضر والمستقبل. مد يده للتاريخ فدمر في حلب ما دمر، هذه المدينة الأثرية العظيمة، دمر المسجد الأموي، دمر الأقواس والخانات ودور العبادة والمدارس التاريخية،
هذا النظام الذي يحاول مسح آثار التاريخ كلها. ولعلي هنا أقف قليلا أمام المكتبة الوقفية التي دمرت وقد حوت جزءا من مكتبة والدي الشيخ جميل عقاد. حزني كبير عليها وعلى كل معلم تاريخي وأثري. هذا التاريخ الذي لم تمحه الأيام ولا الحروب ولا السنون، جاء هؤلاء الهمج فدمروا ما دمروا وأهدروا ما أهدروا في محاولة لمسح الذاكرة ونسيان التاريخ، ثم هم بعد ذلك يدمرون الواقع والحاضر عن طريق نهب الموارد وقتل الشباب والرجال والنساء. هؤلاء الشهداء الذين رحلوا إلى ربهم، الذين قدموا أفضل ما لديهم وأعظم ما يمكن أن يقدمه إنسان فداء للحرية والكرامة والعزة، فلهم الجنات العلى. اللهم ارحمهم وأسكنهم عالي الجنات وأعظم الفراديس. اللهم اخلفهم في أهليهم وذويهم وذرياتهم يا أرحم الراحمين. هذا النظام، وكما قلت لكم، الذي دمر الماضي والحاضر يحاول تدمير المستقبل عن طريق قتل الأطفال، رياحين الجنان، زهرات العمر، تلك الخصة التي لم يعرف التاريخ لها مثيلا. تمتد يد الظالم والقناص لقتل هذه الأعداد الكبيرة بكل الوسائل، ولكنه لن يفلح، ولكنه لن ينتصر. حتمية انتصار الشعوب أيها الأحباب واقعية وصحيحة وقدرية بإذنه تعالى، وصبركم واحتسابكم وما تبذلون من جهد ومن عمل ومن تضحيات ستكون إن شاء الله شمعة الحياة والوقود لمستقبل سوريا الجديد. اللهم انصرنا على هذا الطاغية الفاسد المستبد الجبان. اللهم حقق لشعبنا آماله بالحرية والخلاص، واجعل هذا البلد واحة للاستقرار والأمان والنماء. وما أن غيرك يا الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حطمه الباغون وانسحبوا، ما زاد الجامع المحبوب يا حلب، وكيف حطمه الباغون وانسحبوا، من هم ومن أي أدغال الضلال أتوا، وأين أمتنا عن سوء ما ارتكبوا، أتوك يا حلب الشهباء في وضح من النهار وعادوا بعدما ضربوا، ما زادها الجامع المحبوب كيف غدا، ركامه وبدا بنيانه الخارب، تأوهت حلب الشهباء قائلة ودمعها من غيوم الحزن ينسكب، أما الجنات فهم شبيحة ركبوا، أحقادهم نحونا يا بئس ما ركبوا، إذا رأوا مسجدا ثارت غوائلهم،
وناله منهم التشبيح واللهب. عهدي بمسجدنا صبحا كعادته شموخ مئذنة تاقت له السحب. عهدي بمحرابه الميمون متشحا بطهره تتلاقى عنده الحقب. عهدي بمسجدنا تزهو به حلب وفيه من كل أمن وارف سبب. يلقى المصلون في ساحاته أملا وراحة يتلاشى عندها التعب. واليوم حطمه الباغي وعطله من الصلاة وما من أمة تثب. ولم يكن وحده كم مسجد محيت في الشام آثاره واشتدت الكرب. عذرا إلى شامنا الغالي فأمتنا بالذل في عصرنا والخوف تنتقب. ما زلت أسأل قومي في تخاذلهم متى سينطق هذا الصمت يا رب. متى سينطق هذا الصمت يا رب. متى سينطق هذا